اخدت كونفدراليه مع الاهلي، اخدت كونفدراليه مع الزمالك. واعتقد برضو الاهلي كان استاد القاهره، كان استاد القاهره، كان كان كنا بنلعب مين، لا مش فاكر كنا بنلعب مين في استاد القاهره، بس طبعا هدف كابتن عماد متى بالشهير، وكان ساعتها ماسكنا مستر جريدو. ففي استاد القاهره كان برضو نفس القصه. لا انا بقول لك ان الانديه الجماهيريه في البطولات حاجه مختلفه جدا. اني احلى بقى، كونفدراليه الاهلي ولا كونفدراليه الزمالك؟ في وقتها، في وقت كونفدراليه الاهلي كانت الاهلي، وفي وقت كونفدراليه الزمالك كانت الزمالك. يعني الاحلى لمحمد حسن، يعني اللي قريبه قوي للقلب، اللي قريبه قوي لقلبي كونفدراليه الزمالك، لان حسيت ساعتها كنت، لان كنت في الاهلي كنت لسه صغير وناشئ وكده، لكن في الزمالك يعني كنت قريب اكتر، وان انا موجود في المباريات اكتر، فبالتالي في تفاصيل كتير اشتغل معاهم.